السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازدا CX9 2017 هي تجربتنا لليوم. هذه السيارة جماعة الخير لها قصة. هي سيارة كروس أوفر كبيرة الحجم سبعة ركاب. ولكن شو اللي بيميزها وبيخليك تشتريها ما تشتري اي منافس لها سواء كان برادو اكسبلورر الجي ام سي اكاديا ترافرس عدد 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 كل هالسيارات المليئه في الشوارع خصوصا في منطقتنا بتكلم عن الخليج العربي السياره هذه او هذه الفئه مرغوبه جدا ومن اكثر الفئات مبيعا في الشوارع لانه سيارات عائليه تشيل الرجال والعائله بشكل عام ولكن المازا سي اكس 9 لها شيء مختلف كل هذه السيارات اللي ذكرتهم بالنسبة للمنافسين مجرد تشوفها في الشارع أنت عارف أنه الرجال هذا مطلع السيارة هذه عشان سيارة عالية فقط لا غير أخذ سمعة كويسة وسيرفس كويس أخذ سيارة تريح راسه ولكن الفرق عن المازا سي اكس 9 أن المازا سي اكس 9 فيها كل المواصفات اللي ذكرتها بالإضافة أنه سيارة فخمة جدا تصميمها ملفت للنظر بتبين السياره انه هذا سائق السياره هذا مو اخذ السياره فقط عشان سعرها او عشان هو اخذ سياره عاليه لا اخذ سياره تصميمها فخم ملفت للنظر فيها جوده عاليه سياره يابانيه 100% ولكن سعرها شوي مرتفع مقارنه بالمنافسين مقابل هذه الاشياء اللي حتكلم عنها اليوم اللي هي المواصفات الفخمه الجوده العاليه الصناعة اليابانية 100% بالآخر مازا شركة يابانية عريقة عبر سنوات صح ما عندهم سيارات كثير ولكن سياراتهم فيها كواليتي عالية خصوصا بالسنوات الأخيرة شفت المازا 6 كيف حققت نجاحات كبيرة، المازا 3، سي اكس 5، كل الطرازات الآن من مازا سيارات فعلا جميلة، بالإضافة أن مازا كان لها شراكات كثيرة مع شركات كبيرة منها شركة فورد الأمريكية العريقة من تعتبر من أكبر شركات السيارات في العالم، فمازا سي اكس 9 تستحق الشراء أم لا؟ هذا الموضوع حنعرفه اليوم ان شاء الله خلال تجربتنا وانتم حتحكموا ان شاء الله بعد ما تعرفوا كل مواصفاتها والتقنيات الموجوده فيها. الشكل الخارجي لمازدا سي اكس 9، السياره بكل صراحه جميله جدا ملفت للنظر، هويه مازدا الجديده، جريل او شبك عملاق كبير جدا في اضاءه ال مخفيه، هذه لمسات الفخامه اللي بتخلي الناس تشوفك بالشارع انك انت سياره مميزه غير منتشره بكثره، شو السبب؟ انه عارفين السياره هذه فيها تصميم فخم، اضاءه اللي دي عندكم الزنون موجود، حساسات اماميه موجوده على السياره، شعار مازل موجود هذا مخفي بالخلف عندك رادار عشان يحافظ على المسافه بينك وبين السيارات اللي امامك في حاله تثبت السرعه فنظام تثبيت السرعه بيكون فيها متفاعل او اكتف طبعا هذا من الاضافات اللي تجي على السياره ما بيجي قياسي يفضل تراجع الوكيل دائما قبل ما تتسرع انا بكلمكم المواصفات بشكل عام وانت راجع الوكيل شو المواصفات الموجوده عندكم وشو الفئات فل نص فل ولا عادي سلق كروم موجود بكل مكان على السياره بالاسفل وعندكم هون مثل فتحات عشان التبريد ما في كاميرا أمامية على السيارة هذا الطراز شاصي جديد كليا ما طورت هذا الشاصي وكل الأنظمة الموجودة فيه طول السيارة الإجمالي قل بمقدار 33 ملم يعني أكثر من 3 سم بشوي ولكن رغم أنه قل طول السيارة مقارنة بالطراز السابق لأنه الشاصي نفسه قاعدة العجلات زاد طولها بمقدار 55 ملي أي 5 سم ونصف وهذا الطول 5 ونصف سم شو عطاك بالشاصي عطاك مساحة خلفية أوسع للركاب كمساحة للركب للأرجل بمقاعد الصف الثاني وبنفس الوقت لما قلت عندك الطول الإجمالي أو قلت الطول الإجمالي شو صار عندك أنت صار عندك سهولة أكثر عارف تعطي سنتي ما بيأثر كثير بس يعني حسنوا الشكل الخارجي أكثر هاي مازا CX9 من الأمام شوفوها بعدين تعال نشوف الشكل الجانبي أكلمكم عن بعض النقاط الهامة إن شاء الله بالنسبه للجنوط الموجوده على السي اكس 9 2017 الجنوط القياسيه بتكون 18 انش اما الجنوط الموجوده على فئه الفل اوبشن نفس اللي معانا لليوم كامله المواصفات بيجي عليها جنوط 20 الاطارات بتكون مقاسها 255 50 السياره عندك فئتين دفع امامي او دفع رباعي متواصل اول ويل درايف فعشان هيك من شفت عليها كت مثل البلاستيك عشان يحمي صبغ السياره بدي السياره بشكل عام ورح اخبركم بصراحه انا اول ما السياره من الوكاله قلت للرجال قلت له كيف اداء السياره دخلها الرمل يعني اروح افرود فيها قال لي لا 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 انه هذا اولي درايف عادي بس عشان شيء خفيف بس افرود افرود ما بتروح السياره فكنت مفكر اودي لكم سي اكس افرود بس بطلب من الرجال هذا قال لا ف حنحترم رايهم الجماعه وما حنودي السياره افرود الكروم موجوده على السياره من جانب من الجنب ايضا المرايا كهربائيه عليها نظام النقطه العمياء ايضا من الاضافات والدخول دون مفتاح موجود على السياره هذا مفتاح السياره ما في اي مشكله المفتاح بسيط فتح قفل والصندوق الخلفي السيارة من الخلف التحديثات اللي صارت عليها قليلة مقارنة بالتصميم الأمامي ولكن صارت خلينا نقول حادة أكثر من ناحية إضاءة سحبوها أكثر شبيهة بالمازا 6 والمازا 3 كروم أكثر موجودة على السيارة بكل مكان LED موجود بصمة سي إكس 9 درايف عشان تعرف الفئة اللي معاك أنا دفع أمامي ولا رباعي سكاي اكتف تكنولوجي هي التقنية الموجودة عن شركة مازا للحفاظ على البيئة الاقتصادية كمحركات كجير بوكس كشاصة بما انه الشاصة صار اخف وزن والسيارة كلها صارت اخف وزن بس بكم؟ على الطرقات حنعرف ان شاء الله حساسات موجودة كاميرا خلفية موجودة كان من الافضل انه مازا تضيف على فئة الفول اوبشن 360 درجة بالنسبة للكاميرات انه كاميرات امامية خلفية جانبية ليش؟ عشان تعطيك رسم توضيحي اللي هو البيرد فيو وتشوف انت السياره في الباركنات ما انه سيارة عائليه كبيره خصوصا انه في ناس عندهم مشكله في الاصطفافات يعني فيفضل انه السياره تجي بفئه الفول اوبشن بكاميرات كامله مع بانوراما. اوكي، الان السياره عندكم انتم ثلاثه صفوف سبع ركاب يعني لو نحن فتحنا المقاعد الخلفيه خلينا نشوف اوكي الان عندنا مساحة صغيرة تعتبر او حجم حمولة صغير 396 لتر ولكن لو نزلنا المقاعد بنفس الطريقة حيكون عندك انت 2010 لتر كحجم تخزين بالخلف، بس خلينا نخليهم مفتوحين عشان نجربهم صراحة، عندي فضول اعرف كيف المساحة الخلفية، عندنا شيء بالخلف ما في أي أشياء غريبة، أوكي بس تعالوا نجرب المقاعد ونشوف كيف طريقة الدخول والخروج من السيارة إذا سهلة ولا لا، وكل هالمواضيع تفضلوا بالنسبه لطريقه فتح المقاعد عندكم من الجنب او في زر من الاعلى ويتقدم اوكي طيب الان رجعت الظهر بس اعتقد فينا نرجع كمان للخلف انا حاليا مرتاح انا رجع واقعد اقعد انت ما انت مرتاح انا حاليا يعني كفر علي نشوف بالضبط اه اه انت بتقعد مرتاح؟ اوه كيف. خلاص ممتاز اه تمام والله حلوه المقاعد الموجوده اذا في الصف الثالث. تعال شوف المقاعد الان في الصف الثاني طريقة النزول نشوف كيف اوكي ايضا طريقة النزول سهلة. بالنسبة للدخول مقاعد الصف الثاني اسهل بكثير، آه الملاحظة الان مقاعد الصف الثالث ما في تكييف واصل لعندهم بس في نظام صوت في سماعتين موجودات عندكم مقعد الصف الثاني عندكم تكييف موجود بالمنتصف بالاسفل لو كان في تكييف علوي موجود على الجوانب بالاعلى كان ممكن تساعد ان توصل شويه هواء للمساكين الاطفال اللي قاعدين ورا في تحكم على كل حال في هذا المكيف نظام الصوت عندنا اثنين بالخلف اثنين ايضا على الابواب الجانبيه صار عندنا اربعه هو نظام الصوت بوز حنشوف بالامام كم عندنا ايضا الاضاءه الداخليه الموجوده عندك ال دي المساحه جدا 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 ممتازه حاملات اكواب مكان تخزين اوكي وعندك ستائر موجوده على السياره لخصوصيه اكثر مازا سي اكس 9 من الداخل اعتقد هي الافخم بمنافساتها منافساتها انتم شو رايكم؟ داخليه ولا اروع في بلاستيك ولكن حالات انه البلاستيك صار عليه طبقه أه خلينا نحكي اسفنجيه خفيفه ما بتحس بملامس بلاستيك الفينشينج تشطيبات السياره الداخليه ديكورات السياره جدا حلوه البيانو الاسود اللامع البيانو بلاك الكروم أه، تناسق الوان جميل جدا سيارة فعلا من الداخل فعلا فخمه جميله الشاشه الموجوده عندكم أه، حجمين 7 انش قياسيه او 8 انش نفس اللي معنا على فئة الفول اوبشن أه، تحكم بسيط بالسياره تحكم المكيف موجود عندك خلف الجير بشكل منفصل مع تدفئه كراسي أه، عندك عند الجير بوكس في عندك زر صغير هذا عشان وضعيات القياده يا, عمك، يا عندك وضعيه قياده عاديه او بتحط سبورت بيطلع عندك اشاره صغيره عند الشاشه هذه الصغيره شايفين عند الار بي ام اوكي هذا هي عندك يا بتكون ما في شيء موجود او عندك سبورت اوكي وعندك هون نظام التحكم بالشاشه الموجوده طبعا الشاشه الموجوده شوفوا تاتش غير انه تاتش بتتحكم انت عندك من خلال الماوس او اجهزه التحكم موجوده على الكونسول الوسطي نشوف شو في اشياء في الشاشه مثل عندك انت التليفون النافيجيشن سيتنجز عندك الدسبلاي سيفتي اذا انت بدك تفصل انظمه البريك الموجوده نظام الفرمله الاوتوماتيكيه الذكيه نظام النقطة العمياء نظام المراقبه خط السير والتحذير عند المغادره عندكم انتم الان كونسول مفصول عن حاملات الاكواب الموجوده اوكي وعندكم مساحه تخزين حلوه فيها مداخل اي اكس اس بي وعجله القياده حجم مناسب عندك فيها هيرباك اكيد التحكم على عجله القياده شو عندك اشياء على جهه اليمين عندك انت التحكم بمثبت السرعه وهذا الزر عشان المسافه بينك وبين السيارات اللي امامك كرادار يا تقرب يا تبعد على جهه اليسار عندك التحكم بالصوت والبلوتوث اما خلف الستيرنج على جهه اليسار عندك انت زر لفتح الصندوق الخلفي عندك زر لتفصل نظام مراقبه النقطه العمياء شو في عندك سيارات على جهتك يمينك يسارك زر الباركينج سنسر انك تفصل اصوات الحساسات او تشغلها مثل آن. عندك مكان فاضي كاوبشن ممكن يجي اعتقد هذا الاوبشن ممكن يجي 360 درجه كاميرات والله اعلم آه هذا عشان تفصل نظام المحافظه او التحذير من مغادره خط السير انه بس بيعطيك ارتجاجات اذا انت طلعت من الخط او المسار تبعك وهذا التراكشن كنترول سيستم وهذا عندك عشان تعمل آه ضبط لضغط الاطارات وبالامام عندكم الشاشه الموجوده هذه لتعرض البيانات على الزجاج الامامي او ما يسمى الهيدب اب ديسبلاي عشان تعرض لك البيانات الهامه كسرعه ار بي ام اي تحديثات بتطلع عندك وهذا عندكم انتم فتحه سقف فتحه سقف عاديه جدا تمنيت لو يكون في بانوراما على السياره تعالوا الان نطلع في السياره نتمشى اكلمكم عن المحركات الموجوده محرك وحيد ونقول باي باي محرك 6 سلندر الان صار في محرك بديل ف معلومات اكثر نحن نتمشى ولا تنسى حزام الامان دائما بدأتنا على الطرقات مع محرك المازدا سي اكس 9، قلنا استغنوا عن محرك 6 سلندر خلاص 3.7، التنفس الطبيعي، الآن رجعت مازدا لتقنياتها الجديدة السكاي اكتف، محركات صغيرة الحجم ولكن قوية اللي هي الأربع سلندر توربو تشارج سعة 2.5 لتر. هذا المحرك يا جماعة الخير قوة الحصانية، لو أنت حاطط أو صاب بترول عالي الاوكتان تحكي أنت بترول اه 95، 98. حتعطيك حت السيارة قوة حصانية 250 حصان على 5000 ار بي ام، ولكن لو حاطط بترول آه خلينا نقول مو نظيف او الاكتاف فيه قليل حتعطيك حت السيارة قوة 227 حصان، طبعا الماكينة توربو بتحتاج بترول نظيف جدا، فكنصيحة مثلا انا بتكلم مثلا عندنا في الامارات حاليا اذا سيارتك توربو او سوبر تشارج دائما عبي فيها بترول سوبر اللي هو الازرق عرفتوا اكيد وبالنسبه لهذا المحرك ايضا بسبب هذه التقنيات الحلوه السكاي اكتف انه دوره التوربو قصيره بتعطيك عزم ممتاز 420 نيوتن متر يعني اقوى من عزم المحرك السابق اللي هو 6 سلندر 3.7 على ار بي ام واطي على دورات محرك منخفضه 2000 ار بي ام فقط فهذه مميزات محركات التوربو صراحه نشيط فتح ولكن على المنعطفات لما صرت على منعطف انا السياره فيها اندر سير شو يعني للناس اللي ما بتعرف هذه المصطلحات اندر بكل بساطه انك انت لما تدوس بالسياره السياره ما تلتف بالمقدار اللي انت عطيها خصوصا بتصير هذه المشكله بسيارات الدفع الامامي وهذا شيء موجود بالسي اكس 9 رغم انه انا النسخه اللي معاي دفع رباعي متواصل اول ويل درايف ولكن اصلها دفع امامي يعني انا بلف السياره السياره مثلا عم بلف باتجاه اليسار بهالطريقه السياره عم تطلع معي برا يمين ما عم تلتف بالمقدار اللي انا اعطيها جير السي اكس 9 هو جير اوتوماتيكي فقط ما في عندك اي خيار ثاني سته سرعات قير آه كويس اقتصادي ايضا بشكل عام هذا المحرك وهذا الجير حسنوا من استهلاك السياره للوقود خفضوا الاستهلاك بمقدار 20% مقارنه بالمحرك السابق او الطراز السابق للسي اكس 9 طيب الان بالنسبه للعزل الموجود بالسي اكس 9 الجماعة اللي من اشتغلوا على السيارة تطوير السيارة زادوا سماكة الزجاج الموجود بالسيارة سواء كان جانبي أو أمامي أو خلفي زادوا صلابة الزجاج زادوا سماكة الزجاج هذا الشيء خلى العزل والضجيج يتحسن فالضجيج خف بمقدار أو بنسبة 12% مقارنة بالطراز السابق نحن نتكلم عن سرعات منطقية السرعات اللي هي بحدود 100 كيلومتر في الساعة طيب هل وزن السياره اختلف مقارنه بالطراز السابق نعم اه لو تكلمنا عن وزن اه واختلاف الوزن مقارنه بالطراز السابق بالنسبه لنسخه الدفع الامامي الفرونت ويل درايف قل بمقدار 90 كيلو جرام اما طراز الدفع الرباعي اللي معانا لليوم مقارنه بطراز الدفع الرباعي السابق قل بمقدار 130 كيلوغرام هذا الاختلاف اللي صار بالوزن والانخفاض اللي صار بالوزن خلى السياره تصير انشط تسارعها افضل رغم انه اربع سلندر ولكن التوربو بيساعد والوزن اللي قل ايضا بيساعد على تحسين التسارع تسارع سياره من صفر ل 100 ب 7.3 أجزاء 7.4 أجزاء على حسب الاطارات الموجوده أه نحن حنشوف الان تسارع ونشوفوا كم حتجيب السياره التسارع يعني اوكي فصلنا المكيف فصلنا تراكشن حطينا سبورت فول بريك فول بنزين الان نعم بالنسبة للأنظمة الموجودة في السيارة كأنظمة السلامة خلينا نتكلم، النقطة العمياء، الرادار الموجود، التنبيه من مغادرة المسار، الان شوفوا نظام التحذير مغادرة خط السير كيف. أنا مجرد أطلع بيعطيني تحذيرات مثلا سواء كان يمين أو يسار من خلال الشاشة الوسطية الموجودة، الان بطلع. طبعاً كيف يتم مراقبة هذا المسارات وكيف السيارة عم تعرف من خلال الكاميرات المثبتة على الزجاج الأمامي والحساسات الموجودة في السيارة. بالنسبه للامان الموجود بالسي اكس 9 كسياره عائليه يعني خلينا نقول سياره مليئه بمواصفات الامان سواء مثل ما شفتوا نظام مغ... تحذير مغادره خط السير النقطه العمياء آه، الفرمله الاوتوماتيكيه مثبت السرعه المربوط في رادار ايضا والحفاظ على المسار بينك وبين السيارات اللي امامك آه، كثير اشياء وكثير انظمه موجوده كفرامل قويه كويسه اداء السياره بدي السياره كويس ايضا آه، الوسائد الهوائيه الموجوده في السي اكس 9 أمامية جانبية كل مكان موجودة على السيارة لو فكرنا الآن أنا أوكي حكيت كثير نقاط إيجابية بالنسبة للمنافسين كشكل جميل كفخامة كجودة كتقنية وكل هالأشياء كيف أنا بدي أنتقد السي إكس شو تعليقاتي على السيارة تعليقاتي على السيارة بكل بساطة أه, أندر ستير موجود في السيارة أه, كنت أفضل أن السيارة تجي بكاميرات 360 درجة خصوصا سيارة عالية كبيرة الحجم يعني. بانوراما كان ممكن اضافة حلوة، دلع أكثر على السيارة. وأيضا من العيوب الموجودة في السيارة أو الانتقادات خلينا نقول إنه ما في تكييف لمقاعد الصف الثالث، سيارة عالية بسبعة ركاب لازم يكون في تكييف. وأيضا إنه مازدا استغنت عن أنظمة الترفيه بالنسبة للركاب اللي بالخلف. فعارفين في شاشات على المقاعد أو شاشة بالسقف. خلاص بهذا الجيل الثاني ما في أي نظام ترفيه خلفي. وبس غير هيك سياره صراحه جميله جدا 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 ملفته للنظر جدا 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 ناس طلع انه هذه المازة الجديده وحلوه جدا سعرها شوي مرتفع بس تستاهل انا بكل صراحه بقول تستاهل اللي بيقدر يشتريها سياره تستاهل هاي كانت تجربتي للمازا سي اكس ما حطول عليكم اكثر من هيك ان شاء الله تكون عجبتكم آه تابعونا كل شيء جديد في عالم السيارات انتظرونا بتجارب فيديوهات برامج جديده ان شاء الله دائما على موقعكم عرب جي تي وشعرنا واحد للعالمية بس العرب ما عرب جديد حياكم الله